السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ والفساد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الإخوة، كنا بدأنا قصة أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، ألا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام يا إخوة نبي لم يذكر أحد مثله، لأنه أرسل إلى أعتى أمة، فكل ما يخطر في بالك من الضياع والفساد والشر والفتن موجود في بني إسرائيل، ولذلك كثر ذكره وكثرت الأحداث وتنوعت واختلفت. واليوم نقف مع حدث عظيم هو من أميز الأحداث التي مرت على موسى عليه الصلاة والسلام، ألا هو ما حدث بينه وبين الخضر. من هو الخضر؟ الخضر اختلف أهل العلم، أهو نبي أم ولي أم رجل صالح؟ والذي عليه الفتوى عند علمائنا أنه نبي، ودليل ذلك أنه كان يفعل الأشياء ويقول وما فعلته من عندي، يعني هذا فعلته بأمر من الله عز وجل، وهذا معناه أن هناك وحي يأتيه من الله عز وجل. لكن هل هو أفضل من موسى؟ قدرا ليس أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن علما أعلم من موسى في بعض الأمور. أما قدرا فمعروف أن أفضل الرسل هم أولو العزم. من هم؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أفضل البشرية. يدعي بعض الفرق أن الخضر ولي أعلى من الأنبياء، وهذا خطأ، ويدعون أيضا أنه ما زال حي، وينسف هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أنه ما من نفس منفوسة يمر عليها 100 عام إلا وتموت، تهلك، تنتهي. فمعناها أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام 100 سنة ما في ولا واحد من ذلك الجيل حي. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقضية أن الولي في منزلة أعلى من النبي وأقل من الرسول أو كما يقول، هذا أيضا لا، ليس بحقيقي وليس بصحيح. ما هي قصتهم؟ موسى عليه الصلاة والسلام وقف متحدثا أمام قومه، فسألوه: من، هل أنت أعلم الناس يا موسى؟ هل أنت أعلم من في الأرض؟ فقال: نعم. لم ينسب العلم إلى الله عز وجل، ما قال الله أعلم، وإنما نسب الأمر إلى نفسه، وهو في ظنه بما أنه هو النبي في ذلك الزمن أنه الأعلم، وليس لا كبر، وحاش الأنبياء أن يكون في قلوبهم هذا الأمر. فأوحى الله عز وجل إليه أن هناك من هو أعلم منك يا موسى، فقال سمعا وطاعة: أين هو؟ فحدد الله عز وجل علامة لموسى، وهي الحوت، سمكة ميتة، قال: خذها معك واذهب إلى ملتقى البحرين، عندما يلتقي البحران ويعود الحوت الذي معك اللي هو السمكة التي معك إلى الحياة، فهناك ستجد من هو أعلم منك. انطلق موسى عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه، ووصل إلى صخرة استند عندها، وما كان موسى يعلم أن هذاك المكان هو المكان الذي يريد الله عز وجل أن يتقابل فيه مع الخضر، وهذا دليل أنه لا يعلم الغيب، وأنه يبقى بشر قاصر العلم، والعلم كله عنده عند الله عز وجل، وهذا كله من تربية الله لأنبيائه. فلما بلغ مجمع البحرين هناك ناموا قليلا ثم انصرفوا، فالغلام بحث عن الحوت فما وجده، فمعناه أن الحوت عادت الحياة إليه
الحوت طبعا مقصود فيه سمكة، هل هي كبيرة هل هي صغيرة، كل هذه التفاصيل غير مهمة، المهم أنه أحياه الله عز وجل فظهرت العلامة. فقال لموسى أني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فلنذهب إلى مكاننا. ذهبوا فعلا ووجدوا المكان الذي حدده الله عز وجل. فتقابل موسى مع الخضر وقال له إني أريد أن أرافقك وأخذ منك بعض العلم الذي عندك. فالخضر قال إنك لن تطيق معي صبرا، لن تستطيع أن تتحمل، أن ربي آتاني من العلم ما لم يؤتك. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق، ركب في سفينة. الناس يعرفون الخضر لكن ما يعرفون موسى، ويعرفون أن الخضر هذا رجل صالح، ولذلك فرحوا بهما وأركبوهما معهم في السفينة. فلما صعدوا في السفينة أخرج آلة معه الخضر وبدأ يخرق في السفينة. فاستغرب موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إيش إمرا، يعني شيء غريب، كيف تخرقها وهم الآن يحملوننا بلا مقابل وتقديرا لنا ثم تخرق السفينة؟ فرد عليه قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، انتهت رحلة القارب، مشوا إلى أرض أخرى فوجد غلام صغير بصحته وعافيته وجماله، فأخذه الخضر وقتله. هنا غضب موسى، وموسى كان رجل غضوب حار، قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيء نكرا. هنا قال إيش نكرا، وهناك قال إمرا، إمرا غريب ونكرا يعني شيء منكر، كيف تقتل هذا الإنسان؟ فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال هنا موسى عرف أنه أخطأ ولم يستطع أن يتحمل، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق، دخلوا في قرية، بحثوا عن من يضيفهم في هذه القرية، يريدون أكل، يريد أن أحد يستقبلهم، ما استقبلهم أحد. فوجد جدار مائل يكاد أن يسقط، فقام الخضر يبني هذا الجدار. الآن موسى يحترق القلب حي، لكن ما يبغى يسأل، فإيش سوى؟ قال خلنا نقترح اقتراح، ما نسأل سؤال. وقال يعني لو اتخذت عليه أجرا، يعني إيش رأيك لو أنك أخذت أجرا؟ لا هذا مو سؤال صحيح هذا، لكنه هو فهمه الخضر أنه سؤال. فقال خلاص هذا فراق بيني وبينك، تعال موسى خلني أعلمك بالأشياء اللي أنت ما صبرت عليها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليته صبر لنرى عجائب الله عز وجل. فقال أما السفينة فكانت لمساكين في البحر، يعني أوحى الله عز وجل إلى الخضر أن هناك ملك كلما وجد سفينة صالحة يأخذها من أهلها، ولذلك نريد أن نفسدها علشان إذا رآها يتركها له. الآن العاقبة أصبحت خير أو شر؟ أصبحت العاقبة خير. طب الغلام، الغلام عندما يقتل وهو صغير فهو إن شاء الله من أهل الجنة، وفي علم الله أن هذا الغلام لو كبر فإنه سيكفر، ولذلك رحمة به ورحمة بوالديه أمر أن يقتل وهو صغير. أصبح الآن خير للوالدين ولهذا الطفل أو لا؟ أصبح خير لهم. طب والجدار؟ أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. الله أكبر يا أخوان، كان أبوهما صالحا. هذه رسالة إلى كل أب، إذا صلحت الله عز وجل يحفظ ذريتك من بعدك، بس أصلح ما بينك وبين الله. جاء رجل إلى أحد العلماء وقال أنا علي ديون وعندي مشاكل مالية وعندي ضيق وعندي وعندي، وين أروح؟ انصحني. قال اتق الله. قال بس اتق الله. قال وين أصرفها هذه اتق الله؟ قال اتق الله. أما قرأت قول الله
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو اتقينا الله حقا يا إخوان في حياتنا، أسأل الله أن يرزقنا التقوى يا إخوان. إحنا عندنا مشكلة في التقوى يا أحبابي، عندنا مشكلة كبيرة، نخطي ولا ندري إحنا نخطي، ويمكن ندري إحنا نخطي ولكن نؤول. والمفروض أن الإنسان لا يكون دائما يا إخوان يعني يقبل على الله، لا تترك الله، تراك أنت محتاج لله. فهذا الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القصة ماذا نستفيد منها يا إخوان؟ نستفيد أنه ليس كل ما تراه أنت صواب هو خير لك. قد تحدث في حياتك أشياء تظنها خير وهي شر لك، وأشياء تحدث في حياتك تظنها شر وهي خير لك. وهذا هو تمام التوكل على الله، أن تعتقد اعتقادا جازما أن ما يختاره الله لك هو خير مما تختاره أنت لنفسك. الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لازم يكون قلبك دائما مرتبط بالله. ما المطلوب منك يا إنسان في أي عمل تعمل؟ في عندك مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل العمل، والمرحلة الثانية أو هي ثلاث مراحل: ما قبل العمل، وأثناء العمل، وبعد العمل. ما المطلوب مثلا أنت الآن مثلا تريد أن تشتري سيارة مثلا، المطلوب منك في القبل ماذا؟ الاستشارة والاستخارة. الآن احنا نبغى ناخذ من درسنا هذا اليوم التوكل الصادق على الله. كيف يكون التوكل؟ أولا بالاستشارة والاستخارة. تستشير: يا جماعة أنا أبغى أشتري السيارة الفلانية. هذا ما يسمى فعل الأسباب، هذا ما يسمى فعل الأسباب. تسأل: السيارة هذه شكلها؟ تأخذ السيارة تروح تفحصها تشوف، يعني بدأت الآن تسأل عن هذه السيارة، زوجة تسأل عنها، أرض تشتريها تسأل عنها، تستشير من هم أعلم منك. فإذا انتهيت تصلي ركعتين، هذه الركعتين تسمى ركعتي إيش؟ الاستخارة. تأمل معي في دعاء الاستخارة، شوف المعاني الرائعة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. شوف الاعتراف الآن بضعفك، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في، وتسمي الحاجة شراء للسيارة أو في زواج أو إلى آخره، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني واصرفني عنه. وانتبه، قال: ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أيوة، هذا هو الرضا بخيرة الله عز وجل، إنك تقول: يا رب دلني أين الخير ورضني به. قلبك متعلق في السيارة وما تمت السيارة، اعلم أن الله عز وجل اختار لك ما هو خير لك. لا تروح وتحاول وتحاول وتحاول، خلاص افعل الأسباب، اتقن الأسباب، اجتهد في الأسباب، ثم بعد ذلك اعلم أن الأسباب جزء من التوكل. فإذا بدأت العمل فوض الأمر إلى الله وانتظر، فما يأتيك من الله اقبله، وما يصرف عنك فارض به. وفعل الأسباب افعلها بقمة الإتقان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما هاجر، لما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، ماذا فعل يا أحبابي؟ أولا
جهز الدابة التي سيسافر عليها، وجلسوا 3 شهور وهو يعرف هذه الدابة. ثانيا أخفى خبر خروجه. ثالثا بدأ التخطيط هو وأبو بكر. رابعا المفروض يتجهون شمالا إلى المدينة، لكنهم لم يتجهوا شمالا لما اتجهوا جنوبا، ذهبوا إلى غار قريب من مكة اللي هو غار إيش؟ غار ثور. جلس هناك 3 أيام. كانت أسماء تأتي بالطعام ويأتي خلفها الغنم من أجل أن يخفوا أثرها، ثم بعد ذلك تنصرف. وثلاث أيام والناس يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الناس يبحثون عنه وين؟ في الطريق، في طريق المدينة، وهو جالس جنبه في مكة. ثم بعد ذلك انطلق على غير طريق العادة، مسك طريق الساحل حتى لا يعرفه الناس. ليش هذا كله؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء 7 في ليلة. ليست المسألة أنه لا يستطيع أن يصل المدينة في غمضة عين، لكن يعلمنا كيف يكون التوكل، أن تفعل الأسباب وتتقنها وتجتهد فيها، ثم بعد ذلك تتوكل على الله وتفوض الأمر إلى الله ولا تعتمد على الأسباب. رحت للدكتور، قلبك ما يتعلق بالدكتور، يتعلق بقلب الدكتور. ذهبت إلى تستشير إنسان، قلبك ما يتعلق فيه، يتعلق بالله. كذا الآن أنت الآن انتقلت وفوضت الأمر إلى الله، فإن جاءك ما تريد فالحمد لله. هذا ما نستفيده اليوم من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. يا أحبابي، يجب أن نعلم أن الله حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، وأن الله على كل شيء قدير. يعني إذا طلبت شيء وما جاءك لا تظن أن الله ما يقدر يعطيك، يقدر يعطيك، لكن الله حكيم والله رحيم بك. الله بك رحيم، أرحم من أمك ومن زوجك ومن نفسك في نفسك. فاجتمع الرحمة والحكمة والقدرة في الله عز وجل. إذن هل يمكن أن يحدث شيء لا يكون فيه خير لك؟ أبدا. وهذا هو التوكل، وهذا هو الرضا الذي نريده في حياتنا. إذن قصة موسى اليوم تعطينا درس عظيم في أن العلم الكامل لله وليس للبشر، وأيضا تعطينا درس عظيم في أنه ليس كل شيء نراه نعتقده خير، لا، الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. وكم من أمور تحدث أمامنا نظنها خير وفي بواطنها الشر، والعكس كذلك. فأسأل الله تعالى أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يعيننا جميعا على مرضاته، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.